صباح الخيرات والبركات على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما ميد غاديو. موعد جديد من برنامج صحة وسلامة. اليوم موضوعنا فيه غادي يكون على الزيوت الأساسية اللي كيقدروا يكونوا مصاحبين للمرأة خلال فترة الحمل والرضاعة، ولكن بأي كمية وفي أي حالة. فهذه هي النقاط اللي اليوم غادي نتعرفوا عليها رفقة الدكتور عبد الخالق الرمضاني، أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. فمرحبا بكل أسئلتكم اللي هي كتعلق بموضوعنا اليوم. أكيد أنه أرقام التواصل معنا دائما راه الإشارة هي 05-22-46-50-51 أو 05-22-43-00-00. وما تنسوش تواصلوا معنا كذلك عن طريق الرقم 5080 في أول SMS، ولا في أول رسالة ديالكم كتكتبوا كلمة صحة SHA تخليوا فراغ وتبعثوا بسؤال ديالكم للرقم 5080. ورجعنا على ميد غاديو دائما الإذاعة القريبة منكم في حلقة اليوم من برنامج صحة وسلامة. كيف ما شرنا موضوعنا اليوم على الزيوت الأساسية اللي كيقدروا يكونوا مصاحبين للمرأة خلال فترة الحمل والرضاعة. فمرحبا بكل أسئلتكم. أرقامنا هي 05-22-46-72-51 أو 05-22-43-00-09 أو عن طريق رقم 5080. ما تنسوش في أول SMS كتكتبوا كلمة صحة SHA تخليوا فراغ وتبعثوا بسؤال ديالكم للرقم 5080. ثمن SMS هو 6 درهم مع حساب الرسوم. طيب في البداية دكتور عبد الخالق الرمضاني، وانت أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية، ربما في حلقات سابقة والكثير من الزيوت الأساسية اللي كنا ذكرنا نسبة كبيرة منهم، يعني كنت شي كتنصح أنه المرأة اللي هي حامل أو الأم اللي هي مرضع تبعد عليهم نهائيا، يعني الكثير من الزيوت الأساسية. ولكن هذا ما كيمنعش أنه كاين بعض الأنواع الأخرى ديال الزيوت الأساسية اللي ممكن يكونوا مصاحبين للمرأة خلال هذه الفترة، سواء ديال الحمل أو ديال الرضاعة، ولكن المشكل كيبقى في الكمية ربما وفي الحالة. فشنو هما هاد الزيوت الأساسية اللي كيقدروا تستعملوا المرأة خلال هذه الفترة؟ قبل ما نطرقوا لهاد النقطة بالذات اللي هي أشنو هي الزيوت الأساسية اللي قدرت المرأة الحامل تستعملهم، نطرقوا لواحد المسألة اللي هي بسيطة شوية ديال الشرح كما كيعجبني. هي الزيوت الأساسية كيف ما كنعرفوا دائما وكيف ما دائما كنحاولوا نسطروا عليها، كاملة فيها واحد العدد الكبير ديال المكونات. نعم. بحال مثلا اللي كنهضروا مثلا على نعطي مثال واحد مثال بسيط، كاين شي ناس اللي عندهم الحساسية لبعض المكونات الغذائية، وهذيك المكونات الغذائية كتقدر تكون في بعض مثلا في شي غاطو ولا شنو مصوبينه في الدار. الغاطو كما كنعرفوا كنكون مصوب من الدقيق، من الدقيق كيكون مصوب من الخميره، ربما من لافاني كيكون يعني واحد الزيت، شي وحده من هذوك المكونات كتقدر تكون عندها شي تاثير اللي تقدر تكون هي السبب ديال الحساسيه عند الانسان. بنفس الشكل فاش كنهضروا على الزيوت الاساسيه، فالزيوت الاساسيه هي واحد العدد الكبير ديال المكونات كيماويه بيوشيميك. هضرت دائما كنجبد هذه المصطلحات ديال حيت من بين الحوايج اللي فيها، فيها فينول ديفينول، فيها ديسيتون، فيها ديزالديد، فيها دي الكول، فيها ديستير ديزيتير ديكومارينيك ايتترا، يعني عنده واحد العدد كبير ديال المكونات. وحدين من هذوك المكونات كيقدر يكون عندهم واحد التاثير اللي هو ماشي ظريف، يقدر يكون واحد اغريسيف، يعني واحد يقدر يصيب بالاذى لا السيده الحامل لا الجنين ديالها. وهنا ترى واحد العدد كبير من المكونات ديال الزيوت الاساسيه كتقدر دوز لينا من البلاسانتا اللي هي هذيك المشيمه، يعني كتقدر دوز من عند منها وتمشي لعند وتصيب لينا، تقدر تصيب لينا داك الفوتوس ولا داك الجنين اللي كيتكون، تقدر تصيب لنا بواحد الاداء. هادشي علاش واحد العدد كبير حتى ديك الزيوت الاساسيه اللي حنا ممكن ان حنا نستعملوها في هذه الفتره هذه ديال الحمل، فهي منصوح ان ما نستعملوهاش يعني في الثلاث شهور الاولى، فما كنهضروش على شي حاجه سميتها زيوت اساسيه عند المراه. هذا من الاحسن، اللهم بعض الاستثناءات اللي هي قليله بزاف، ولكن دائما خاصنا نكون عارفين المكونات ديالها، لان من بين هذيك المكونات كيف ما ذكرت هذيك المكونات مثلا الا ذكرنا الاسيتون اللي هو واحد من ديك المكونات كيماويه، كيف ما عطيت المثال بالمكونات ديال الكاطو اللي حنا كنصوبوه، فهذوك الاسيتون فمعروف عليهم على انهم نيورو توكسيك، بمعنى انك تكون عندهم واحد التاثيرات اللي هي سلبيه، تقدر تكون سلبيه على الدماغ
وعلى الدماغ ديال الجنين حتى على الدماغ ديال المرأة. كذلك فمعروف عليهم على انهم افورتيف، معنى انهم كيقدروا يتسببوا لنا في الحالات ديال الاسقاط. هنايا نعطي واحد شي مثال ولا جوج ديال بعض الزيوت الاساسيه اللي معروف ان فيها هاد المكون هذا. مثلا لوكاليبتوس، لوكاليبتوس كما كنعرفوا حنا كنستعملوه بزاف. لوكاليبتوس كنقدروا فيه خاصه الغلوبولوس ولا حتى يعني كاملين كنقدروا نلقاو فيه واحد الكيمياء اللي هي مرتفعه ديال الاسيتون، وبالتالي كتقدر تكون عنده تاثيرات سلبيه. كذلك المقطر الزيت الاساسي لويل اسونسييل دو مونت ديال النعناع، فمعروف على ان كنقدروا نلقاو فيه واحد الاسيتون على شكل مونتون او لا اكثر من كنقدروا نلقاوه سو فورم دو بيبيريتون اللي كنلقاو في داك النعناع مثلا العبدي، ولا حتى في النعناع الفليو. دونك هادو اللي هما حويجات اللي هما ممنوعين على السيده الحامل في الفتره ديال الحماله ديالها كامله، او لا بعد مره بعد الزيوت الاساسيه اللي حنا معروفين كيف ما كنا كنطرقوا لواحد فاش كنا كنطرقوا الحالات ديال الالتهاب والحالات ديال الحريق مثلا خاصه ديال العضلات وديال المفاصل. فكنا طرقنا الاهميه ديال الزيوت الاساسيه اللي فيها الكونفر، وهاد الكونفر هذا اللي هو كنلقاوه مثلا في الروز ماغينوس اوفيسيناليس او الزيت الاساسي ديال الازير. فهاد هذا حتى هو عنده تاثيرات اللي هي سلبيه على السيدات الحوامل. وبالتالي ما هنا كنستنتجوا على ان السيده الحامل ضروري انها تلتزم بعدا قبل ما نعطيوها شنو هي الزيوت الاساسيه اللي هي مسموح لها تستعملها، نعطيوها واحد العدد ديال النصائح اللي هي مهمه. ونتمنى ان جميع السيدات والساده اللي كيتستمعوا لنا ينوتيو، يعني يقيدوا هاد ويتقيدوا بهاد النصائح هذه اللي غادي نقولها. اول حاجه دائما في الفتره ديال الحمل الزيوت الاساسيه فهي هنايا غادي نقولها ونسطر عليها، فهي حكر على النصائح ديال الطبيب وديال الصيدلي. علاش؟ لاولى ديال شي خبير، يعني خبير بالمصطلح ديالو العلمي ديال بصح، يعني ان اكسبير اون اروماثيرابي، يعني كلكان شي واحد اللي كي يتقن هاد العلم هذا، اللي عارف يعني اشنو هي دواعي الاستعمال، وكذلك عارف الموانع الاستعمال والاعراض الجانبيه اللي كيقدروا يتسببوا لنا في الزيوت الاساسيه. اذا ضروري ان اي سيده بغات تستعمل الزيوت الاساسيه في هذا الحال في هذا الوقت هذا، فضروري تقيد بالنصائح ديال المعالج ديالها، واللي خاصو ضروري يكون مختص. ان داك الشيء سطرت على طبيب او لا صيدلي او لا مختص من الدرجات العاليه من التكوين. كذلك ابدا الزيوت الاساسيه اللي غنستعملوها في هذه الفتره هذه دائما خاصها تكون زيوت الاساسيه اللي المصدر ديالها موثوق. يعني هنايا ما كان هنايا استسمح هنايا لان هنا حاله صحيه، الزيوت الاساسيه ما كنقتنيوهاش في هذه الحاله هذه بالضبط، حتى في الحالات الاخرى نتمنى ما كنقتنيوهاش، يعني من لي بوتيك ديال السوفينير، يعني دوك اللي كنشرب بهم ذكريات، البلايص اللي كنشرب منهم. يعني الزيوت الاساسيه ضروري خاصها تكون في واحد المناطق اللي هي معينه، الناس اللي كيحترموا حتى العرض ديالها، وحنا فايت منا تطرقنا عليها. ناس الزيوت الاساسيه اللي كان فاش كنقراو ديك ليتيكات ديالها كنلقاو فيها شنو هي المكونات ديالها. وهنا نبغي نشير على ان كاين بعض، واخا تكون زيوت اساسيه داكشي علاش كتكون ضروري النصيحه ديال المختص، لان الزيوت الاساسيه واخا مثلا ذكرنا ديال لاكامومي ديال البابونش، فهو زيت اساسي اللي فعلا ممكن مسموح الاستعمال ديالو ابتداء من الشهر الرابع عند سيدات الحوامل، غنهضروا على المده من بعد. ولكن ما كيمنعش على ان هذيك لاكامومي حتى هي ضروري خاصها تكون دارت لها التحليله اللي هي لاكروماتوغرافي، باش عرفنا المكونات ديالها، باش على الاقل واخا خاص نقلبوا على مكونات اخرى، باش على الاقل الكيمياء ديال الاسيتون ما تكونش فيها كثيره. تدخلي لو سمحتي دكتور عبد الخالق الرمضاني لكل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا في 0522 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 0009 او عن طريق رقم 50 80. ما تنساوش في اول اس ام اس كتكتبوا كلمه صحه اس ا اش ا تخلوا فراغ وتبعثوا بسؤال ديالكم للرقم 5080. فمعنا اس ام اس من عند عائشه من مدينه الجديده، كتقول انا دابا عندي تقريبا شهرين ونص طالعه في الشهر الثالث في الحمل ديالي، فبغيت غير نعرف من دكتور عبد الخالق رمضاني واش كاين زيوت اساسيه اللي نقدر نبدا نستعملهم دابا، لانه عندي الكلف في الوجه ديالي وانا يلاه في البدايه ديال الحمل، وعندي المشكل ديال التفلاح في الكرش ديالي. لا مزيان. نعم. حنا غادي نرجعوا نجاوبوا على السؤال ديالي بعد ما نكملوا باقي النصائح. لان هذه النصائح مهمه وفيها اجوبه لهذه المساله اللي هذه ذكرات.
دونك اذا ملي كنعرفوا هاد الضروره المكونات تكون زعما كاين زيوت اساسيه 100% او يعني وعند التحليل عارفين المكونات ديالها ضروري هنا عاوتاني كذلك نرجعوا للنصيحه ديال المختص. المساله الثانيه هو انهم كنلتزموا بالطريقه وبالكميه اللي ديال اللي كيقول لنا عليها المعالج ديالنا كيفاش نستعملوها، يعني ما كنبداوش الاجتهادات. وهنايا كان النصيحه الاخرى هي ان اللي بغى يتعلم الزيوت الاساسيه من فو با جوي على برونتي، بمعنى ان ما لعبوش الدور ديال المتعلم وبداو في هذا الوقت هذا في هذه الفتره هذه خاصه ديال الحمل لانها واحد الفتره اللي حساسه شويه. اذا ماشي هذا الوقت هذا عاد باش نبدا نتعلم بدا نقلب على شنو الزيوت الاساسيه اللي نستعملها باش نستعملها لراسي. كذلك النصيحه الاخرى اللي هي مهمه واللي هنا غادي نجاوبوا فيها على الاس ام اس هو ان الزيوت الاساسيه الجميع يعني جميع الاخوان اللي كاينين في العالم اللي مختصين بالزيوت الاساسيه فكاين اتفاق كاين اجماع على انه ما يتستعملوش في لا سانتور ابدومينال، يعني في الكرش في المحيط ديال البطن وهذا ما كنستعملوش الزيوت الاساسيه في هذيك المنطقه. كاين طرق اخرى كنستعملوها مثلا عارف في اليد ديالنا ربما في العنق ديالنا ولكن فوق البطن مباشره فمنصوح على انه ما يتمش الاستعمال ديالها. علاش؟ لانه يقدر يكون عندها واحد التاثير اللي هو سلبي. وهنا نبغي نشير لواحد النقطه لان حيت كاين هنا نفتح واحد القوسين راه حيت كاين حتى الزيوت الاساسيه مثلا كاينين واحد الاخوان في فرنسا مثلا كيبداو كيحاولوا وعطات نتائج مزيانه الاستعمال ديال لافونديولا اونغوستيفوليا اللي هي نوع من الخزامه زيت اساسي ديالها لانه معروف عليه لانه اوتيروتونيك بمعنى انه كيكثر لنا من التقلصات ديال الرحم. بداو كيستعملوه في الوقت ديال الوضع باش الانسان السيده كتكون كتولد فهذا الزيت الاساسي هذا كيعاونها وبالتالي كتنقص السيده ولا بعض المرات ما كتحتاجش كاع تستعمل بعض العلاجات مثلا لي زوسيتوسيك ما كنقدروا نستغناو عليهم. كذلك النصيحة الأخيرة واللي كتبقى حتى هي مهمة بزاف هي المدة ديال الاستعمال. فهنا كنصح أن السيدات حتى وهنا ربما وقيل المعالجين ديالهم غادي يتقاسموا معايا هاد النصيحة هذه ولا حتى هذوك النصائح اللي حنا ذكرناهم هو أنه المدة ديال الاستعمال ما أمكن أن احنا ما تفوتش لنا واحد المدة من 5 حتى 10 أيام ما نفوتوهاش. إذا كخلاصة التزموا خاصة في هذا الوقت هذا بالضبط وكيف ما ذكرت ابتداء الزيوت الأساسية حتى الزيوت الأساسية المسموح ديالها الاستعمال الفترة من الحياة هذه هي الفترة ديال الحمل فحتى اللي مسموح منها ما كنستعملوها إلا من الشهر الرابع. هنا عاوتاني الجواب ديال نفس الاس ام اس ديال نفس ديال الاخت اذا باسكو هي في شهرها الثاني دونك حتى الشهر الرابع كنبداو نستعملوا هذيك الزيوت الاساسي اللي هي مسموح بها. وهاد النصائح هذه اللي ذكرت فهي صالحة للسيدة الحامل كذلك صالحة حتى للمرأة المرضعة لانه بنفس الطريقة باش الزيت الاساسي كمر من المشيمة بالنسبه للحمل كنلقاو كذلك في كمكون كنلقاو بعض المكونات ديالو في الحليب ديالهم. نعم ناخذ فاطمه معنا من العيون. صباح الخير فاطمه صباح الخير. صباح الخير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم بزاف على هذه البرامج اللي كديروا لينا. شكرا لك فاطمه مرحبا بك. الله يبارك فيك. السؤال ديالي هو على الزيوت الاساسيه. انا امراه مرضعه. نعم البنت ديالي دابا عندها 6 شهور وكنعاني بزاف من تساقط الشعر وكنتوع على شي زيت نستعملها لإنبات الشعر. نعم هذا هو الغرض ديالك. شحال في العمر ديالك يا لاله فاطمه؟ 23 عام. 23 سنة. المشكل ديال تساقط الشعر يعني شنو عارفه السبب ديالو شنو هو؟ واش غير مع الرضاعه كيف ما كنسمعوا عند كثير ديال السيدات ولا عندك شي مشكل اخر بحال مثلا فقر الدم او لا؟ لا غير مع المشكل ديال الرضاعه. نعم سبق وعملتي شي تحاليل؟ ما عندكش مثلا المشكل ديال نقص الحديد او لا شي ماده؟
لا درت التحاليل قال لي ما عندك والو. نعم الحمد لله. طيب ان شاء الله نجاوبك لاله فاطمه. شكرا لك تواصلتي معنا من العيون. وارقام التواصل مع كل الاوفياء دائما على الاشاره 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 00 00 او عن طريق رقم 5080 هو دائما رقم خاص بالتواصل معنا عن طريق رسائل اس ام اس. فغنرجع لعندك مازال دكتور عبد الخالق رمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه وحديثنا دائما على الزيوت الاساسيه اللي ممكن انهم يرافقوا المراه خلال فتره الحمل والرضع. فاصل اعلاني وراجعين مباشره من بعده خليكم معنا. الأساسية اللي كيقدروا يرافقوا المرأة خلال فترة الحمل أو الرضاعة، فقبل استعمالهم ضروري تم استشارة ديال طبيب أخصائي ولا طبيب المعالج اللي هو متابع الحالة ديال المرأة خلال هذه الفترة، أو لعل الأقل استشارة الصيدلي، لأنه شار اليوم دكتور عبد الخالق رمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية أنه حتى الزيوت الأساسية اللي كيكون منصوح بها خلال هذه الفترة بالنسبة للمرأة بحال مثلا البابونج أو الخزامة، فالكمية ديالهم فقط الطبيب اللي كيكون مشرف على الحالة هو اللي كيعرف يعطي شحال ديال النقط بالضبط وفي أي حالة بالنسبة المرأة. وعادة هاد الزيوت الأساسية ما كيتم استعمالهم في هذه الفترة إلا بداية من شهر رابع تجنبا لأي أضرار ممكن أنها توصل للجنين عبر المشيمة. وكذلك حتى بالنسبة للمرأة المرضعة فلازم تكون يعني حذرة بزاف بالنسبة للكمية اللي غتستعملها لأي غرض. وعادة المدة ديال استعمال هاد الزيوت الأساسية كيكون من 5 حتى 10 ديال الأيام ماشي أكثر. وكانت هذه نصيحة اليوم. نتمنى تكونوا اكيد على مد غادي يولي داعي القريبه منكم واصلين حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه. مرحبا بكل اسئلتكم 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 00 00. فنرجع لك دكتور عبد الخالق الرمضاني حاضر معنا اليوم. فكان السؤال ديال فاطمه من العيون بالنسبه لاستعمالها لشي زيت اساسي بالنسبه لتساقط الشعر. هي ام مرضعه البنيته ديالها دابا في العمر ديالها 6 شهور وقالت عندها المشكل ديال تساقط الشعر. عملت تحاليل كانت النتيجه انه الحمد لله ما عندها نقص في حتى شي ماده ما عندها حتى شي مرض. فكتسول على واش كاين شي زيت اللي تقدر تستعمله في هذه الفتره. داك هي نبغيو نرجعوا للسبب ديال تساقط الشعر. ربما تساقط الشعر كما ذكرنا ربما الاسباب ديالو فدائما كنذكروا على انها كثيره كثيره وكثيره بزاف. ففيها ما هو هرموني وحنا كنعرفوا السيدات في هذه الفتره هذه فكيكون عندهم واحد الاختلالات هرمونيه اللي مهمه بواحد الشكل كبير. كذلك كتكون التغذيه وحنا كنعرفوا في هذا الفصل في هذا الوقت هذا. وكذلك السيدات كيكونوا عندهم واحد النقص واحد العدد كبير من المكونات منهم مثلا ماده ديال الحديد. يعني حتى التغذيه غالبا في اغلب الاحيان ما كتكونش واحد التغذيه اللي هي متوازنه بالتالي ما كتعطيناش جميع المكونات اللي كتحتاجها الذات ديالنا. يعني كاين واحد العدد كبير كاين الحاله النفسيه كاين واحد العدد كبير ديال الاسباب ديال الحوايج اللي هما كيقدروا يكونوا هما السبب في ذاك التساقط ديال الشعر. يعني هو التساقط ديال الشعر ما نبقاوش نشوفوه على انه يعني مرض بقدر ما هو كيكون واحد من بين الاعراض ديال واحد المشكل صحي. هنايا في الحاله ديال كاقتراحات علاجيه فدائما هنايا يعني في اقتراحات في المصاحبه ديال هاد السيده هادي كنركز بزاف على الاهميه ديال التغذيه الصحيه ديال النمط ديال العيش دائما اللي هذا المصطلح لهذا دائما خاصنا نبداو ندخلوه معنا. كان زيوت اساسيه اللي نقدروا نستعملوها ولكن ما نكثروش منها بزاف. فهنايا كاين لك الكامومي او كاين او البابونج او لا حتى الخزامه فهنا كتكون صالحه خاصه على انهم فيهم كيعطيونا عندهم واحد المنفعه اخرى الا وهي كيعطيو ديك الراحه النفسيه ديال السيده. باي كميه هنا في هذه الحاله دكتور؟ في هذه الحاله هذه يعني نقدروا نمشيو بواحد الكميه اللي ما نتجاوزوش فيها واحد 4 نقاط 4 نقاط في اليوم او لا الا كانت كتستعملهم في واحد المره واحده في الاسبوع في واحد 10 نقاط في الاسبوع فكيكونوا كافيين. نعم. وشحال المده ديال الاستعمال ديالهم هنايا ما نفوتوش واحد المده ديال جوج حتى لثلاثه سيمانات كابعد تقدير. اذا 21 يوم كابعد تقدير. وهنايا حيت اقترحنا هاد جوج الانواع ديال الزيوت الاساسيه. علاش؟ لان كاين الامكانيه ديال حتى للرضيع حيت دائما اللي كنهضروا على المراه المرضعه راه دائما بالجوار ديالها كيكون رضيع. وهذاك الرضيع هاد الزيوت الاساسيه هاد جوج اللي ذكرنا فيهم مش عندهم ذوك التاثيرات اللي هي سلبيه عليه. ما فيهمش لي سيتون ما فيهمش حيت كاين زيوت اساسيه اللي كيكون فيهم سكون ابل زغمور لايك بمعنى بعض بحال كيلعبوا دور ديال الهرمونات. وهنا نذكر مثلا السالميه اللي هي حتى هي من بين الممنوعات على السيدات الحوامل والمرضعات. نتواصلوا هذه المره مع فاطمه الزهراء معنا من فم زكيد. اهلا وسهلا بك فاطمه الزهراء.
فاطمة الزهراء. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن نسولك واحد السؤال؟ مرحبا، شنو هو؟ دابا أنا عندي 18 سيمانة وعندي سرطة حاملة، وعندي سرطة في الحمل، يعني كنمشي بكلي أنا نمشي نتزوج أولا لا؟ شحال دابا الحمل ديالك شحال واصل؟ 18 سيمانة أسبوع. دابا عندي السؤال، عندي أنا عندي سرطة تسلط لحمي كامل في الصدر ديالي في الرجلين في الظهر، واش ممكن أنا ندير شي زوج فهاد الفترة ولا لا؟ نعم، إن شاء الله نجاوبك فاطمة الزهراء، وشكرا لكم، إن شاء الله نتمنوا لك الصحة ليك ولكل نساء الحوامل وكذلك الأمهات المرضعات، لأن كنعرفوا ربما حتى النفسية ديال المرأة فهاد الفترة. دكتور عبد الخالق الرمضاني، فكتحتاج لواحد العناية، فهذا نداء ربما الأزواج اللي كيسمعونا كذلك لما غيكونوا آباء في المستقبل، فهي غتعطيك أحسن هدية، غتعطيك ديك أحسن كلمة ممكن تسمعها ليا، كلمة بابا ولا ديك الأبوة وداك الإحساس اللي كتعيشوا، فكتحتاج طبعا العناية فائقة. كنشوفوا بزاف ديال النساء فهاد الفترة كتبدا كتشكى، كتقول لك ما كيديهاش فيا الزوج ديالي، العائلة ما كيديوهاش فيا وكذا، وكنشوفوا داك البكاء اللي كيكون سريع عند المرأة فهاد الفترة. وكيف ما شرتي الدكتور عبد الخالق الرمضاني، هذا الأمر يعني مشروح، لأنه داك الاختلالات الهرمونية اللي كتعيشها المرأة في هاد الفترة هي اللي كتعطيها حتى هاد الحالة النفسية ربما كتغير. بالنسبة لفاطمة الزهراء، هي من بين من غير الأمونية، فكاين حتى الاستعداد، كاين حتى وقائع اللي كتكون هني ديال بصح، راه كاين حتى التأثير ديال الآخر، وكاين حتى الاستعدادات للحمل، لأنه الحمل راه ماشي شي فترة، راه ما كنعيط شي حاجة اللي ما كتعاش، فهي الحمل فهي واحد دائما كتبقى واحد الحالة اللي هي استثنائية. نعم. استثنائية بكل مقاييس، يعني كل شيء فيها استثنائي، لا 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 يعني كل شيء، وحتى النتيجة ديالها كتكون دائما استثنائية. أكيد. فبالتالي فأي حاجة كتجي في هذاك الوقت فخصنا نكونوا شوي مستعدين لها، وضروري أن خصنا العوين، فالسيدة هي اللي كتحمل، ولكن هو في الحقيقة العائلة كاملة خاصة تكون حاملة بهذاك، يعني ذاك يعني في الحالة النفسية ديال الحمل خاصة تكون متقاسمة. نعم. إذا فاطمة الزهراء ربما دابا في البداية ديال الشهر الخامس، ربما في باقة في الشهر الرابع، ما كاين الحساب ديال الشهور ديالنا ب 18 سيمانة، في تقريبا هي الشهر الرابع تقريبا. وهنايا بطبيعة الحال بدا الإمكانية ديال استعمال ديال بعض الزيوت الأساسية، وربما هنا غادي يكون كذلك الجواب ديال السؤال الثالث اللي كان جا في ذاك الإس إم إس، اللي هو بعض الإمكانية ديال استعمال ديال بعض الزيوت الأساسية. هنا كيبقى بعدا كاين كزيت نباتي، زيت نباتي ديال أرغان، فكيبقى وكان هذا هو سؤال بالفعل ديال المستمعة الكريمة اللي هي سناء، قالت هي دابا الشهر الرابع ديالها وهي كتستعمل زيت أرغان، قالت أنه عطاها واحد النتيجة نوعا ما خفيفة في ذاك النوع ديال التشرات، فهي كانت كتسولك واش تستمر ولا توقفوا. لا، الزيت النباتي ديال أرغان، فبالعكس أنا كنصح جميع السيدات الحوامل على أنهم يبدوا يستعملوه حتى الفترة ديال الوضع ديالهم، ما كاينش مشكل فيه، ويمشوا معه حتى من بعد، ومنها يعني واحد المره ولا جوج في الفتره ديال الحمل ديالهم، يعني واحد المده ديال واحد اسبوع، يعني فحال تقول مثلا واحد الاسبوع يستعملوه في الشهر الرابع، واحد الاسبوع يستعملوه في الشهر السابع، يضيفوا ليه بعض الزيوت الاساسيه. وهنايا كزيت اساسي نقدر نقترح عليهم واحد زيت اساسي اللي هو مسموح به، ولكن دائما خاصنا نشوفوا المكونات ديالو والمصدر ديالو والمسائل اللي ذكرناها في الاول، اللي هو لوغيو نوبل او لا لوغيس نوبيليس او لا الزيت الاساسي ديال الورقه ديال سيدنا موسى، فهو فعلا كيعطي واحد تحسن ديال هاد الحالات ديال اللي كتصيب الجلد ديال السيدات، داك التمزق ديال الجلد ديالها، علم وخاصه وحتى كتكون عنده نتائج تبعديه، يعني حتى من بعد الوضع فكتكون دغيا كترجع للسيده البطن ديالها كترجع للحاله العاديه ديالو. نعم. اذا زيت ارغان ممكن نضيفوا عليه واحد النقط من زيت ورقه سيدنا موسى، يعني من تزوجوش واحد الخمسة حتى ستة نقاط في اليوم لواحد المده ديال 10 ايام، يعني جوج نقاط مع الصباح، جوج نقاط مع 12 نقاط مثلا مع الليل، واحد المده ديال اسبوع، نستعملوها مثلا في الشهر الرابع ولا الشهر الخامس، وكذلك نعاود نستعملوها في الشهر السابع ولا الشهر الثامن، يعني ما نفوتوش هاد المده، حيت دائما كيف ما ذكرنا في النصائح الاولى فهو يعني كاين اجماع شبه اجماع على ان الاستعمال ديال الزيوت الاساسي في فتره الحمل
في ما يفوتش هذه المده اللي حنا ذكرنا ليها ما بين تقريبا 5-10 ايام، حتى لبعض الاحيان كنقدروا نوصلوا حتى لثلاثه الاسابيع، ولكن تحت المراقبه ديال نعم. ديال المختص. وهذا الشيء دائما نعم تفاديا لوقوع اي اضرار لا قدر الله طبيعه الحال للجميع، حيت ملي كنلاحظوا كاين واحد العدد كبير ديال الادويه اللي هي ادويه كتبان عاديه ولكن ممنوع الاستعمال ديالها في الفتره ديال الحمل. هنايا بالنسبه للزيوت الاساسيه فكما ذكرت فالمساله كتتعلق بالمكونات ديالها، هذاك الشيء علاش كيبقى دائما ان احنا ضروري خاص تكون عندنا واحد الاستشاره ديال معالج مختص واللي كيضابط المكونات والدواعي الاستعمال وكذلك موانع الاستعمال والاعراض الجانبيه ديال الزيوت الاساسيه والمكونات ديالها. نتواصلوا هذه المره مع عائشه معنا من العيون. مرحبا بك عائشه. عائشه صباح الخير. صباح الخير، شكرا اختي، شكرا للدكتور. مرحبا بك. غير بغيت نسولك اختي، المهم الموضوع ما كيتعلقش بيا، هذه واحد السيده عندها دابا 7 سيمانات ونص، يعني تقريبا شهرين. المهم شفت في الانترنيت زيت الحامض. زيت الحامض اشنو الغرض باش تستعملو؟ باش تستعملو على ودي، قالت لك خاف ليه يبان فيها الكلف. الكلف نعم. وصوبتوا ليها البارح، غير بغيت نستشر الدكتور واش الطريقه صحيحه. واش الزيت الاساسي ديال الحمض؟ لا، غير زيت الحمض. شنو الطريقه اللي عملتيها عائشه؟ حطيت حامضه بالزيه نعم، وخويت عليها كاس تاع زيت العود، يعني كاس صغير تاع اتاي، كاس صغير نعم ديال زيت العود، ودرتها في حمام مريم نعم، وخليتها تما حتى الصباح، وصفيتها ودرتها في قرعه تاع الدجاج وغطيتها. واش يمكن هذا يمكن يكون زيت الحامض، لان السيده بتستعمل على ود الكلف. نعم، الوجه ديالها. الوجه ديالها والوليدين ديالها والبدات ديالها كلها. واضحة عائشة. خويا اختي دوزيني للسبوندر الله يعطيك الصحة. ان شاء الله رجعي طبعا عائشة للسبوندر مع سميحة، وان شاء الله باش تلبي شي طلب إلى عندك. هي ما عرفناش بعد هذه الطريقة، أنت غتأكد لنا واش هي صحيحة ولا لا. دكتور عبد الخالق. هذا مصيرة يعني. مرق الطرقاد، يعني الطريقه ديال الطرقاد ديال هي عوض باش نصبروا واحد ثلاثه، يعني واحد ثلاث ايام كدار في ذاك الحمام مريم، ولو انني انا ما متفقش مع الحمام ديال مريم، لانه هنا الماسيغاسيون باش تكون ديال المكونات ديال الحامض هي فعلا عندها بعض المنافع اللي مذكوره، ولكن ما تعبتهاش مذكوره يعني واحد العدد ديال الاستعمالات اللي واحد العدد كبير ديال المناطق ديال العام، منها في لا ريجيون مورياليز، يعني في المنطقه ديال موريال، يعني المعروف عليهم على هاد الطريقه هذه ديال الاستعمال ديال الزيت نباتي، يعني كما كيستعملوا واحد العدد كبير ديال الزيوت النباتي، كيستعملوا زيت جوجوبا، كيستعملوا زيت ارغان، كيستعملوا الزيت ديال الزيتون ولا زيت العود، ومع الحامض. ولكن هنايا المشكل اللي غادي نبغي نشير الاخت باش يفيقوا بهم، نصيحه مزيانه كنشكرها حيت عطاتنا هذه الفرصه ديال نفكروا هذه النقطه هذه، هو ان الحامض فملي كان راه كيعطينا بعض المكونات الاساسيه ديال اللي كنلقاوها في الزيت الاساسي ديالو، واخا ملي كنرقدوه، فهذيك المكونات معروف عليها على انها فوتوسونسيبيليزونت، بمعنى انها كتكثر من التاثير ديال الشمس على البشره. السيده الحامله كتكون عندها وحني من الناحيه الهرمونيه، كتكون عندها واحد اللخبطه، يعني واحد بحال فولكون ديال الهرمونات اللي واحد اللي خدامه فيها، وبالتالي فمن بين المتسببات ديال هذاك الكلف كاين هذه المسائل اللي هي هرمونيه والتعرض للاشعه ديال الشمس بطبيعه الحال، والحاله ديال البشره يعني حتى قابليه. اذا حنايا في بلا ما نحسوا كنقدروا نكثروا من التاثير ديال الشمس على البشره، وبالتالي كنقدروا نلاحظوا على ان بالعكس ان الكلف تزاد. هنايا هاد بحال مثلا هما الناس اللي كيستعملوا هذه الطريقه هذه واللي عطاتهم نتائج، فدائما كانوا كيستعملوها بالليل، شرط على انهم كيكون واحد تنظيف ديال الوجه بواحد الشكل اللي هو جيد. وحنا كنا عطينا المره اللي فاتت الطريقه ديال داك الصابون اللي تصب في الدار، فهذاك الصابون ديال الجليسرين فهو كيناسب السيدات الحوامل.
ودوز اليوم ديالها بلا ما دير حتى شي حاجه في الوجه ديالها، اللهم الا دارت شي واقي ديال الشمس. اذا انت كتنصح حتى الا بغات تستعمله يكون في الليل وفي الصباح كيتغسل الوجه مزيان، ممكن داك الصابون كيف ما قلتي اللي كنا عطينا من قبل ديال الجليسيرين دكتور عبد الخالق القرمداني مع استعمال الكريم الواقي من اشعه الشمس. اذا هذه هي النصيحه اللي هي مهمه جدا، وممكن كيف ما قالت عائشه، ولكن كان انا سؤالي غير على هذه المده، لانه دابا هي لا المده ديال تقريبا حتى الاسبوع يعني شهرين مازال ما كملاتهاش. لا حيت هنا راه باقي انا ما استعملتش زيوت اساسيه. نعم اذا فقط هو غير مرقد ما كاينش تخوف منه. بخلاف الزيوت الاساسيه. غنرجع لك مازال دكتور عبد الخالق رمضاني، فقط نتوقف مع فاصل اعلاني وراجعين مباشره باش نوصل حلقه اليوم من برنامج الصحه والسلامه، بقاو معنا. مازال معكم اوفياء انا في حلقه اليوم من برنامج الصحه والسلامه على مدغاديو، موضوعنا دائما على الزيوت الاساسيه اللي كيقدروا يكونوا مصحبين للمراه خلال فتره الحمل والرضاعه. فمرحبا بكل اسئلتكم 05 22 46 52 51 أو 52 أو 05 22 43 00 09 أو عن طريق رقم 5080 في أول SMS كتكتبوا كلمة صحة SHA تخليوا فراغ وتبعثوا بسؤال ديالكم للرقم 5080. فاحنا غادي نمشيو باش نتواصلوا دائما مع المستمعين الكرام اللي هما معنا على الخط، وغادي ناخذوا هذه المرة أميرة معنا من الرشيدية أو سميرة من ورزازات هي الأولى. مرحبا بك سميرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كي دايره الأخت لاباس؟ مرحبا بك يا سميرة. ربي يخليك، كنشكركم على هذا البرنامج بزاف. شكرا لك، مرحبا. ممكن نهضر مع مرحبا دكتور؟ كي داير لاباس؟ صباح النور لالا. صباح الخير. الله يخليك، بغيت نعاود لك الحالة ديالي. أنا عندي مشكل، أنا كنرضع وديجا كنت فاتحة على ركبتي، كان عندي مشكل ديال المينيسك وحيدوا لي منه شويه، ودابا ركبيه كيضروني بزاف وصحتي عظامي كاملين. ومشيت درت واحد التحليله ديال لا فيتامين دي، عندي مونك، عندي خمسه، فعاود ما يكون عندي ما بين 30 و100، عندي خمسه. ودابا بغيت نعرف زعما الا كان شي حاجه ديال الزيوت الاساسيه، واخا راه كنستعمل الدواء هذا ولكن مازال عظامي كيضروني. نعم، وانت حاليا مازال كترضعي سميره؟ كان رضع ولكن ماشي بزاف، لا كان نعطيها رضاعة بزاف، دابا ما بقاش كتبغي لي الرضاعة الطبيعية. نعم، علاش الحليب ديالك نقص؟ لا غير كثرت ما كنعطيها الرضاعة صافي ولات ولفت الرضاعة. نعم، وهذا هو الخطأ اللي كيطيحوا فيه الكثير من الأمهات يا سميرة. للأسف فبالفعل كثير من الوليدات ولا من الأطفال الرضاع لما كيبداو يولفوا ديك البيبغون ولا الرضاعة فكتجيهم كافية، خصوصا إذا كان شوية الحليب ديال الأم يعني ناقص أو لا ما وافيش، فكيلقى راحته في هذيك الرضاعة لأنه كياخذ الكمية اللي كتكفيه، وهذا هو المشكل. فباش نقدروا نجاوبوا سميرة، دكتور عبد الخالق رمضانية أشرت للمشكل الصحي اللي عندها ديال نقص فيتامين دي، يعني عندها نقص بزاف. كتسول دابا على داك المشكل ديال الالام اللي في المفاصل ديالها، واش كاين شي زيت اساسي اللي تقدر تدهن به ويخفف شويه من ديك الالام؟ هو في حق هذا المشكل ديال النقص ديال الفيتامين دي هو مشكل اللي انايا بصراحه بالدارجه دارني في راسي، لانه ماشي عادي. نعم، خصوصا في المغرب في بلد مشمس طيله السنه كاين شي مشكل. نعم. مشكل فين هو المشكل؟ واش مشكل ديال التغذيه، مشكل ديال العادات اللي ولات عندنا؟ ما عرفتش يعني ربما خاصنا ندير واحد البحث عميق في هذا المشكل الصحي بالضبط، لانه يعني بالنسبه لجميع لي نوتريثيرابوت داكشي خاصنا نشوفوا اشنا هو الاسباب ديال هذا المشكل الصحي اللي ما خاصوش يكون عندنا في المغرب. الحمد لله احنا التغذيه احنا خاصه على ان احنا كنعرفوا الاهميه ديال الكوليكالسيفيرول اللي هو الفيتامين دي اللي احنا كنصوبوا للذات ديالنا، كنصوبوا حيت لما نشيروا الانواع ديال الفيتامين دي توكوكالسيفيرول ولا الكوليكالسيفيرول اللي هو الفيتامين دي اللي احنا الذات ديالنا كتقدر تصوبوا مع شويه مع الكوليسترول والاشعه ديال الشمس باش كيتصوب عندنا داك الفيتامين دي، فاحنا يعني عندنا جميع المكونات في التغذيه ديالنا اللي احنا خاصنا اللي باش نصوبوه، يعني شويه ديال الاشعه ديال الشمس واحد التعرض والتغذيه ديالنا تكون متوازنه. ولكن كنلاحظوا لان هذا المشكل ولا كثير، اذا كاينه شي حاجه اللي خاصنا نبحثوا فيها وقيله اكثر. بالنسبه ربما الاخت هنايا كتناول التغذيه ديال يعني الادويه ديالها، اذا كان في هذا المشكل هذا بريزون شارج يعني متكفل به المختصين ديالها.
في انتظار ان احنا كيف ما ذكرت نبحثوا في هذا المشكل هذا بالضبط وشنو هي المسببات ديالو الحقيقيه. بالنسبه لهنايا هنايا فاش كيكون هذا المشكل ديال الحريق فبزاف السيدات اللي كيبغيو يستعملوا بعض الزيوت الاساسيه وحنا كنعرفوا الزيوت الاساسيه خاصه اللي كيكون فيها شويه ديال ليزالديد فهي راه كتنفعنا يعني كمضاده لبعض الالتهابات وبعض الحريق وكتعطينا واحد التحسن اللي هو ولكن كاين بعض الزيوت الاساسيه اللي هي نافعه في هذا الاتجاه اللي هي ممنوعه على السيدات المرضعه وممنوعه على السيدات الحوامل. غنبغي نذكر منها الانواع كامله ديال النعناع فحذاري ان السيدات لا في هذا لا المرضعات لا الحوامل ولا حتى بالقرب ديالهم الطفل ولا الطفل اللي في العمر ديالو اقل من سنتين فمن الاحسن انهم يتبعدوا على الاستعمال ديال الزيوت الاساسيه ديال النعناع المستقل ديال بلا ما نخيضوا مثلا هذا راه كاين حيت كاين واحد النوع ديال النعناع اللي تقدروا تستعملوه ولكن حنا باش ما نغلطوش جميع الانواع ديال الزيوت الاساسيه ديال النعناع ما نتفاداوهاش. بالنسبه للوكاليبتوس بحال مثلا لوكاليبتوس مونطولي ممنوع كذلك نستعملوه ولكن كاين لوكاليبتوس غادياتا فنقدروا نستعملوا. اذا هنا باش ما عاوتاني كذلك ما نخربقوش السيدات والساده اللي كيستمعوا لينا فجميع الانواع ديال لوكاليبتوس كذلك حتى هي ما نستعملوهاش. باش نبقى مع سميره من الورزازات فهنايا نقدر نقترح عليها الامكانيه ديال انها تستعمل واحد من هاد الزيوت الاساسيه اللي غادي نذكر لها. ذكرت قبيله لو لوغي نوبل لوغيس نوبيليس او لا ورقه سيدنا موسى. نقدروا نضيفوا يا اما هذا الا كان عندها الا ما كانش عندها نقدروا نستعملوا لا لافوند ولا انغوستيفوليا او لا لافوند او لا الخزامه ولكن لا لافوند فري يعني ضروري ان احنا نقلبوا على هذا المصطلح ولكن دائما واخا نقتنيوا فمزيان ان احنا نستشروا مع المختص ديالنا او لا كامومي هادو يعني نقدروا هادو كمصاحبه لي باش ما يكونش عندنا بزاف هذاك الحريق وداك الشيء فهادو بعض الزيوت الاساسيه اللي مضاده لذاك الحريق وداك الاوجاع اللي تقدر تعاني منهم هاد السيده. نعم اخر سؤال غادي نجاوبوا عليه ديال شيماء. شيماء كتقول انه في العمر ديالها 32 سنه هي حامله لاول مره وكتشرح لنا في الاس ام اس انها من بعد واحد المعاناه لانها كانت متبعه عند الطبيب وما رزقهاش الله بوليدات فهي حامله لاول مره وفرحانه بزاف ولكن قالت عندها مشكل اللي هو مرقه يعني في هذه الفتره المشكل ديال الحكه وقالت انه الحكه عارفه انها كتعطي داك المشكل ديال التمزق ديال التشراط فما كتقدرش تحك ولكن قالت انه مخلقه ليها مشكل فهي دابا كتسول واش كاين شي زيت اساسي اللي تقدر غير تدهن به باش يخفف من ديك الحكه على مستوى الكرش ديالها. هنايا كاين زيت الاسد. السيده قبيله ذكرت على انها كتستعمل الحامض ولكن هنا كاين الامكانيه ديال عند السيده ديال انها تستعمل الزيت الاساسي ديال الحامض. وهنا الزيت الاساسي ديال الحمض من المنفعه ديالو لانه فعلا معروف عليه انه كنقص من هذيك الحكه وداك الشيء وبطبيعه الحال على انها ضروري غالبا الا كانت غالبا كتكون البشره يابسه فمزيان ان هنا انها ترطبها بواحد كميه كبيره ديال الزيت وتستعمل هنا واحد جوج نقط ديال الزيت الاساسي ديال الحمض نهار ايه ونهار لا يعني مره في يومين. كاين شي زيت نباتي اللي غتخلطوا معاه؟ الزيت النباتي اللي كيبقى احسن اختيار كيبقى زيت اركان كيبقى زيت العود كذلك حتى هو اختيار. نبغي غير نشير لواحد النقطة الأخرى ديال الزيت الأساسي ديال الحامض فهو مزيان حتى بالنسبة للسيدات اللي كيعانيوا مثلا من ديك المشاكل ديال التقيؤ اللي معروف كيكون عند السيدات والسيدات كذلك اللي كيعانيوا من المشكل ديال القبط اللي هو معروف في الفترة هذه فكذلك إمكانية ديال استعمال ديال الزيت الأساسي ديال سكينجبير. نعم شكرا لك دكتور عبد الخالق رمضاني أخصائي التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. حنا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. يوم الجمعة مبارك وصبيحة سعيدة كنتمنوها للجميع. إلى اللقاء.